مرحبا بكم في مستشفى ليدز التعليمي، معكم فيليبا وأنا واحدة من القابلات بالمستشفى، وسوف أنتقل بكم في جولة افتراضية في الوحدة لمعرفة لمحة عام عن الخدمات والتجهيزات التي نقدمها في مستوصف ليدز العام ومستشفى سان جيمس في ليدز. يقع مركز تقييم الأمومة في الطابق الخامس من جناح جليداو، ويمكن الوصول إليه عبر المصعد أو الدرج. ويوجد مركز تقييم الأمومة الكائن في مستوصف ليدز العام في الطابق الثالث من جناح كلارندون وينج. ولدخول مركز تقييم الأمومة اضغط على جهاز نظام الاتصال الداخلي الانتركوم، وسوف يفتح أحد أفراد فريق العمل الباب لك في أقرب وقت ممكن. وللمساعدة في حماية الأمهات والرضع من خطر العدوى، يرجى استخدام معقم اليد عند دخول الوحدة والانتقال من منطقة إلى أخرى. تلتقين بالقابلة في قسم تقييم الأمومة، وسوف يحددون لك كيف يسير المخاض، وسوف تناقش معكم أنسب مكان لك تكونين فيه، وتساعدك على تحديد احتياجاتك وتخطيط رعايتك. وإذا احتجت إلى البقاء في المستشفى أثناء حملك، سوف تبقين في جناح ما قبل الولادة. وهذا الجناح به أجنحة صغيرة تحتوي على 4 إلى 6 أسرة وغرفة جانبية منفردة للسيدات اللواتي لديهن احتياجات سريرية محددة. وفي حالة تحفيز المخاض، سوف تحضرين إلى جناح ما قبل الولادة لتحفيز المخاض. في المرحلة الأساسية للمخاض، سوف تنقلين إلى جناح الولادة في مستشفى سان جيمس. يجمع جناح الولادة بين وحدة يتولاها استشاري ووحدة تتولاها قابلات تعمل فيه القابلات عن كثب معك ومع أسرتك لمساعدتك حتى ولادة طفلك. في مستوصف ليدز العام، يوجد في جناح الولادة وحدة يديرها استشاري للسيدات ممن يحتاجن مراقبة في المخاض، وبه وحدة تديرها القابلات تسمى وحدة اللوتس للقبالة، وهي مصممة للسيدات اللواتي يختارن أن يلدن ولادة طبيعية في بيئة مريحة. وإذا اخترت وحدة اللوتس للقبالة لولادة طفلك، سوف تتولى القابلات وحدهن رعايتك، وتتفانى القابلات في دعم السيدات اللواتي يرغبن في استخدام الولادة بالتنويم المغناطيسي وأساليب العلاج التكميلي. في مستشفى سانت جيمس لدينا 8 غرف للولادة، وغرفتان للولادة في الماء وغرفة للولادة بالمخاض النشط. وفي مستوصف ليدز العام لدينا 11 غرفة للولادة، منها غرفة للولادة في الماء، وتحتوي وحدة اللوتس للقبالة على غرفة ولادة واحدة وغرفتين ولادة في الماء. وتحتوي غرف الولادة في مستشفى سانت جيمس وغرف الولادة في الماء في مستوصف ليدز العام على مرافق داخلية في الجناح. وجميع الغرف مصممة لجعل السيدات يشعرن بالراحة ولمساعدتهن على البقاء بحالة من النشاط أثناء المخاض. وسوف تستخدم السيدات العديد من الأوضاع وأجهزة الولادة مثل القرات المطاطية المخصصة للولادة والسجادات ومقاعد الفلين المريحة لتحسين تجربة الولادة. والغرف مصممة لتكون مريحة في المخاض، ولكنها تحتوي أيضا على جميع الأجهزة الطبية التي قد نحتاجها في حالات الولادة الأكثر تعقيدا. في ليدز نشجع دائما وندعم السيدات اللواتي يرغبن في الدخول في المخاض وولادة أطفالهن في الماء. يبعث حوض الولادة في الماء على الهدوء والاسترخاء، وتألفه جميع السيدات. أحيانا تكون عملية الولادة القيصرية الخيار الأكثر أمانا لك ولطفلك إذا كنت قد خططت أو ألغيت خطتك بشأن الولادة القيصرية. ويحدث هذا في غرف العمليات لدينا بناء على أجنحة الولادة، ولدينا غرفة عمليات في مستوصف ليدز العام وغرفة عمليات في مستشفى سان جيمس. عقب إجراء الولادة القيصرية، سوف تتوجهين إلى غرفة الإفاقة مع طفلك لتستعدي للانتقال إلى جناح ما بعد الولادة. وبعد ولادة طفلك، ستنتقلي أنت وطفلك إلى جناح ما بعد الولادة، حيث تمكثين فيه حتى تعودي إلى المنزل. وتستعد معظم السيدات والأطفال للعودة إلى المنزل عقب الولادة، وعادة ما يكون ذلك في اليوم التالي. يحتوي جناح ما بعد الولادة على أجنحة صغيرة بها 4 إلى 6 أسرة في كل منطقة جناح وغرفة جانبية منفردة. وتحجز الغرف الجانبية المنفردة للسيدات اللواتي لديهن احتياجات سريرية محددة أو إذا كان مولود الأم في وحدة حديث الولادة. ويمكنك أن تطلبي أن تكون هذه الغرف غرف راحة إذا أتيحت غرفة منفردة احتياطية ولا يمكن حجزها، ولكنها بنظام من يأتي أولاً يحصل على الخدمة أولاً. وتكلفة هذه الغرف 55 جنيهاً استرليني لكل 24 ساعة بالنسبة للغرف دون حمام، وبمبلغ 75 جنيهاً استرليني لكل 24 ساعة للغرفة المزودة بالمرافق. ويحتوي جناح ما بعد الولادة على فريق من القابلات ومساعدات دعم الأمومة اللواتي يمكنهن تقديم المساعدة والدعم في العناية بنفسك وبطفلك أثناء الإقامة معنا. في مستشفيات ليدز التعليمية نشجع دائما وندعم الرضاعة الطبيعية وجميع القابلات ومساعدات دعم الأمومة مدربات على مساعدتك في الرضاعة. والفريق المختص برضاعة الأطفال متاح لتقديم المشورة والدعم. وإذا قررت إرضاع طفلك بحليب بديل، ستحتاجين لإحضار علب تركيبة حليب الرضاعة معك. وللأسف لسنا قادرين على توفير تركيبة الحليب، وليست لدينا أي تجهيزات للتنظيف والتعقيم وتحضير زجاجات تركيبة حليب الرضاعة. وتقدم وحدة حديث الولادة أعلى مستوى من الرعاية والدعم لجميع الأطفال حديث الولادة ذوي الاحتياجات المتخصصة. وإذا احتاج طفلك إلى مراقبة إضافية من خدمتنا، سوف يزودك الفريق بالمعلومات والدعم طوال فترة إقامة طفلك معنا. نتمنى أن تكوني قد استمتعت بهذه الجولة الافتراضية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو التحدث إلى القابلة المجتمعية المختصة بحالتك.